سود. حميدتي، إنه حميدتي، انظروا إليه. لقد عاد من جديد إلى المشهد ليثير العاصفة من السودان لتشمل المنطقة، وكأنما ينقصها إلا بوادر نزاع وحرب جديدة تمتد من السودان إلى خارجه. ومع من؟ مع مصر صاحبة أحد أقوى جيوش العرب. هو السودان الغارق بحربه إن حيدته حرب غزة ولبنان عن الواجهة قليلاً. ظهر محمد حمدان دجلو الشهير بحميدتي ليحدث الزلزال بالمنطقة. فهذه المرة خرج قائد قوة الدعم السريع ليثير العاصفة مع مصر، ويقول طائرات صينية أعطوها للجيش، ومن السماء يقصفوننا بطائراتهم في جبل مويا بولاية سنار. أما على الأرض فلدينا أسرى مصريون. هو خطاب فهمه البعض بأنه إرهاصات الاستسلام الأولى، ورأى فيه البعض الآخر استفزازا لمصر لجرها لحرب السودان جهارا نهارا. وفي كل الأحوال فهو خطاب يبدو بأنه كفيل بأن يثير غضب القاهرة كثيرا، فهي لربما بعد الآن لن تكتفي بأن تنفي جملة وتفصيل أن تكون قصفت بالسودان أو أنها تدعم طرفا على حساب طرف، بل قد يتعدى الأمر لتصب مصر غضبها فعلا على حميدتي والدعم السريع، سواء إن كانت تدعم الجيش وقائده البرهان فعلا، أو حتى بالاكتفاء بتشكيل تحالف إقليمي ينزع أي شرعية ينشدها حميدتي منذ بداية الحرب. ولكي نفهم الغضب المصري علينا أن ننظر لحجم اتهامات حميدتي التي تقول إن الطائرات المصرية تقصف قوات الدعم السريع في دارفور والخرطوم والجزيرة وسنار ومليت والكومة ونيالا والضعين، وأن مصر تدرب الجيش السوداني وأمدته بطائرات صينية من طراز K-8 وصلت القاعدة الجوية في بورت سودان، مع دعم الجيش بكل الإمكانية العسكرية وتسهيل دخول إمدادات السلاح والذخائر والطائرات والطائرات المسيرة عبر حدودها، إضافة إلى إمدادات بقنابل بينها قنابل تزن 250 كيلوغرام وهي أمريكية الصنع، ولقد كانت سببا في تدمير منشآت للدعم السريع. ولم يكتف حميدتي بهذا، بل ذهب للحديث عن أسر عدد من المقاتلين المصريين مع وصفهم بالمرتزقة. ومن أجل إثارة حنق مصر أكثر وأكثر، قررت قوات الدعم السريع حظر الصادرات من مناطق السودان الخاضعة لسيطرتها إلى مصر، وهو ما تجسد بمقاطع فيديو متداولة لقياديين بالدعم السريع يهددون التجار، ومن بينها قول أحدهم: إذا قمت بتصدير فنجان من الصمغ العربي أو فول سوداني أو حتى حيوان فستواجه أشد العقوبات. وهنا قد يثور السؤال الأهم: إن كانت مصر كما تقول قوات الدعم السريع تدعم الجيش منذ البداية، فلماذا اختار حميدتي هذا التوقيت ليعلن العداء لمصر جهارا نهارا؟ وهو ما يجيب عنه محللون ومراكز بحث سياسي وعسكري، بأن رسائل حميدتي تأتي في وقت حرج من الحرب، مع تحقيق الجيش السوداني بقيادة عبد الفتاح البرهان انتصارات مهمة. ورغم تكبد قوات الدعم السريع هزائم في الفترة الأخيرة، إلا أن خطاب حميدتي الذي رأى فيه بعض المراقبين خطاب استسلام قد لا يكون كذلك، بل على العكس من هذا بالنسبة لمحللين آخرين، فهو لربما الخطاب الأخطر على الإطلاق منذ بداية الحرب، بعد أن تحدث حميدتي بطريقة مختلفة عن المعتاد، واعترف بهزيمة قوته في منطقة جبل مويا الاستراتيجية لأول مرة، محملاً مصر مسؤولية هزيمة قواته وتقهقرها، بعد أن كان يتجنب العداء المباشر مع مصر طوال الأشهر الماضية، لأنه ليس من مصلحته ذلك، نظراً لأهميتها وقوتها في المنطقة، ما يشي وفقاً لتقارير وتحليلات عسكرية وسياسية بأن هذا الانتقاد الحاد يحمل دلالات مهمة، أبرزها غضبه الشديد مما يحدث في أرض المعركة، وكذلك استعداده للدخول في معارك قادمة أكثر شراسة وعنفاً، بحيث يبرر أي اتساع لرقعة الحرب أو تصاعد بحدة المواجهات، بأن تدخل مصر هو ما محا كثير الخطوط الحمر، وأدى لرد الفعل العنيف الذي يخطط له حميدتي،
حيث يحاول استباقه بقلب الرأي العام المحلي والدولي على الجيش باعتباره كما يصوره ضعيفاً وعميلاً يستعين بقوة خارجية أي مصر. وبالطبع الأمر يتعدى الشق العسكري إلى السياسي، إذ إن حميدتي يرى اليوم بأم العين كيف تبني القاهرة والتحالفات الدبلوماسية الجديدة مع دول إفريقية، خاصة مع ظهور محور إقليمي جديد يضم مصر وإريتريا والصومال. وهنا يمكننا أن نعود للخلف قليلاً لنرى كيف تقرب حميدتي من رئيس الوزراء الأثيوبي أبي أحمد ومحاولته التودد إلى رئيس دولة الإمارات محمد بن زايد، علّه يتمكن من الانتصار محلياً وكسب القبول الإقليمي والدولي، وأن يعامل كرجل دولة، وأن يتم الاعتراف به إقليمياً ودولياً، وأن يتخلص من لقب قائد ميليشيات. لكن الأمور لم تسر لصالحه على ما يبدو، فالإمارات أعلنت مراراً وتكراراً بأنها لن تدعم أي طرف على حساب آخر، وبأنها ستظل تعمل لإنهاء الحرب بين الأشقاء بالحلول السياسية والدبلوماسية. كما أن محمد بن زايد زار مصر وحضر حفل تخرج دفعة جديدة من الأكاديمية والكليات العسكرية، ما ظهر على شكل رسالة لا يخطئها عاقل، ومفادها أن العلاقات بين مصر والإمارات لم ولن تتأثر، وأن التنسيق بين البلدين عال جداً. أما فيما يخص خطب ود أبي أحمد فهو لربما ما أوغر صدر القاهرة عليه أكثر، فها هي التحركات المصرية الأخيرة في القرن الإفريقي تضع أبي أحمد في موقف حرج وتزيد عزلته عن الدول المجاورة، كما تبعده عن الاستمرار في مساندة ودعم حميدتي في السودان. ورغم أن التقارب اتضح بين أبي أحمد وحميدتي في سبتمبر 2023 عندما توجه حميدتي في ثاني جولة إقليمية له منذ اندلاع الحرب بين قواته والجيش السوداني إلى العاصمة الأثيوبية أديس أبابا على رأس وفد يضم عدداً من مساعديه، حيث استقبل استقبالاً رسمياً من قبل نائب رئيس الوزراء ديمك ميكونين وأبي أحمد، إلا أن أي تحرك إقليمي مصري لم يتضح إلا مؤخراً، وخاصة حيث توجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى عاصمة إريتريا أسمرة بدعوة خاصة من الرئيس الإريتري أسياس أفورقي. ولمن لا يعرف أفورقي فهو من كان سابقاً من أقرب حلفاء وداعمي أبي أحمد. وفي زيارة السيسي لأفورقي اتفق الزعيمان مع الصومال على تعزيز العلاقات العسكرية والاقتصادية في منطقة القرن الإفريقي، وهذا سيشمل تمكين الجيش الصومالي من التصدي لأي تهديد لها وحماية حدودها البرية، وبالتالي طرد القوات الأثيوبية من أرض الصومال. وهنا تظهر خلاصة القول بأن الخناق يضيق أكثر على أبي أحمد بفعل مصري، ولن يكون بإمكان حميدتي الاعتماد كثيراً على دعم أثيوبيا في وقت يبدو أن سيل غضب مصر من محمد حمدان دجلو بلغ الزبع.